controllo soprattutto al nord Italia sul medio alto Tirreno in Sardegna con punte di 38 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo. Il meteo. شنو؟ لأن من يعوم في الظهر يعني الساعة 2 شمس قوية يب طبعا دابا بنبدل حوايجي بندير أوراق الشمس وبس let's go. هاي هو شوف اكسسواراتي طبعا الدار بروحي في الدار شوف طبعا انا صنعتهم المهم طبعا في الدار بروحي متخيل سمعت صوت صوت الحمام يب ليش بدي حوايجي ولا العناقة الحلاوة أيوة مدرسة المصريات اليوم حلو يعني غير على الايامات اللي فاتوا تحس هاي اللي كان هو موسم بيكمل فهمتوا يغري فينا خايف من نقالي خلاص توم نطلع نرسم حاجة على الترام شوفوا رسمت نجمة ايه شمس ولا تصدقوا حلو ما مخدته لي بحي من تونس خداته قلت ايش عشان الجو هو كذا بس حلو يعني كفيل بس كذا اصبر نوريكم بحتوا على الشياكة والأنقة والشبشب الشبشب أهم حاجة هذا
لكن ما نجيش امك قدام الكيفه وقدام نفر قدام داتو ايه داتو عاد قاعد قدام الكيفات وانت قاعد تلبس يا ميران قبل التليفون شوف البس شوف شوف البس هاي برا نصورك برا تعال اوقف ماتشي ماتشي عملي ديرو قلب شوفها دير هكي هكي بعدين ترسي هو العيد لا يا بابا دي اللي بيسحب هو كده تسلم من العيد معروف واو انت عقدك وين عادل تلفون ماما نحي نحي حالك ديري الفلاش يا ما تغير ولا شيء اصبري صوت شنو ماما هادي قلبه خير كميله If you know, I was always look. Sub YouTube, take your YouTube. Don't cut off the number. I'm sure. Like I'm afraid, I'm afraid. I'm sure. حكينا على الاوتفيت حقك. منطق زي. مريندا. لك مريندا حكينا عليها اسكتي ماما شوية ماما ماما اسكتي شوية اوكي حدي لك تاج اسكتي احكينا عليه اوتفيت مريندا شو شو خباط حمادي من وين؟ خباط حمادي من الحاج فتحي وين حاج فتحي؟ ناخد عصاية حاج فتحي ما بنتكلم هي ثانية شارع فتحي تابو سليم ابا لا لا حكيكم على الاوتفيت حقي المهم من الحاج فتحي سليبر سليبر من سليبر سليبر من جوتشي ب 70,000 واو والبنطلون من كم 70,000 واو والبنطلون من متوكل لوي فيتون لوي فيتون يس شو السورية بأصبري ب 100 دولار شوية 100 دولار سوري هذا الفقر 100 اقبح الفقر واجمع الفقراء 100 دولار مش حفاء شيء احكي احكي كملي كملي المهم اني واي الجاكيت واو من لونه لون مميز ما عمري رحت منه يس يو نو
من كوتشي شو اسمه نانان جابانا شنو نانان جابانا نانان جابانا اوكي حلو ايه في ما اوكي اوكي شو ثاني الساعه لما هي رينا رينا ساعه مارك ماركت اسمها بي الف ايلون شويه الف الف يورو الف يورو ايه الخاتم طبعا برضه. بسيط بسيط جدا بسيط هذا رقم حقه حكينا هو بسيط لكن حقه مش بسيط اوكي الوشع ما تحيني شو دار الوشع دار الحجاب الوشع من دار الحجاب اصلا غالبا واو لكو كيش ما لكو امي انا بيه قلت له قلت له عاد شوفوا واتساب على السعوديه واتساب على السعوديه تحطيه هنا لا لا والله انا حاها هي الصفرة هي دقيقه لما تمصنيها احطها اي نضيف نضيفه شوف بحط الشطات المشوية حاليا ايه طبعا انت هو بحط الشطات المشوية اللي درناها احنا الشطات هذه درناها احنا ولا كل شيء درنا احنا كل حاجة كذابة طبعا شوف الديكوريشن شوف الديكوريشن واو الديكوريشن يحتاج الدعم دعم الصيانة زي ترنا في كل واحدة خيخي هنا بس نحيمها تبي الديكوريشن الاصلي هتجربنا هذه شوف 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 ما تغير ولا شيء لا في تغيير هاي بس 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 من حطيت درنا من لا يا ثاني حسيتها مش حلو شوف هي شوف اللقطه ما فيش لقطه طبعا هو لا في في كلها وهم واو في 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 مش تهزم دونت طبعا السلايت هذا ما ندرتهم ما شاء الله يعني حرزون ممكن ها اوكي صباح الخير طبعا صباح الخير صوتك الله امي تبحر خير هاي انا فريد الله يقدركم حاطين معقول الفقر مش حاطين خزان الميه حاطين ميه في الحر ولا الفقر يا طيبه يا طيبه يا طيبه يا هذا سريري المكركب بهين حطيت له هذا المهم وهذا عصيري طيب ايه هذا معجوني نمشي نفطر قالت خالد ركبه معك في الحنطور ترلن ترلن وتحمدت هلا قاعد خرج ايش في هذا مو طبيعي ايه
في الشنطة. هاي هاتي. إيش تبي؟ نشحن. ترزيلي. ها؟ ترزيلي. حلو. لا ضحكيني. ضحكني يا قصير. ها هيا. لا ضحكتيش. عادي. سامحيني المرات. يا يا شوفي. يا قريب. كيف حبيتهاش منك؟ فرحتيني. مش ابدا. انت فيلم هذه زما ظله. تشد عليك الشمس زما ظله. كتبي فلتر في الصاير. لا هو افتح من بكري غير احنا جانا مخر يا بابا. افتح من الساعة 9 الصبح. احنا نطلع مخر. سوري. مفتوح هو. انحدار الى الطريق المنحرف. قاعد شادها لا تو شوفي عالم الارجنتين دارين كثير. ما فهمت الدبة حلوة. لا ما ضحكتيش. اضايقه لنا نسيت على رسوم الشوارع. هذا قرب لصقته في الحيط. نسيته. تخيل تو مطلق اليد ونخليها تجري. ور 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 الراجل بعتنا للكافي قال لنا يعبيكم ميه سخونه. صديقه ترى الاصمغ مش موجود. راح يحسب هل ما انت ضد ان شاء الله يرضى يا رب. السلام عليكم. عادي نطلب منك طلب غبي. عادي تحط لنا ميه سخونه في الاندرو. الله طيور. الراجل قاعد يطيب لنا في الأندومي ومحي يده. ذهب ولم يعد. هيك هيك تمام. شكرا. جيت اليوم. خلاص طبعا طيبناهم. أصلا نجيب لكم الكاميرا. حطوا زيت. الحين فيه زيت. لا تبنى ولا تقبل. لا تحطوا له ريسة. هذه بهاراتها أكثر من العادية صح؟ حلو. صوت مع شوية تمو.
لا كان حلو بابا. أنا تكسر هذا أنا تكسر لكن مخفيف ما نحبش ناكل بيه مكوى شكرا لك لست 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 أول بهارات حلوة كنت الصوص هذاك في ذات الفترة الحارة عندك علم ما يبيعوا فيه بثمانية جنيه في بناء ثمانية جنيه لا يعني لما خذيته راهو قاعد ما جابوش لي يدي أنت خذيته في البداية ذكري لما كنا نحطوا فيه كل شيء لكن بنت اشهر وحار بس بقى في الحلاوة ولا حلاوة ناقصها ليم ليم وهرسة تبدأ هوتي هوتي طبعا نشربه اكسأل لو حكا اخطوك نزل في نزل استفزني استفزني قهرتني صورة على الحال صورة اسوائية بحب الصورة اسوائية خير في زمن صراحه طعم التراب عندهم الطاقه التراب كل جاي طعم التراب حركتي غرانه بالشيتوس بس كانت فاهمه يا اختي انت فاهمه شويه حلوه نمشي لكوريا باش نصور المتجر عرفتي المتجر هذاك اللي تخشي طيب انت قاعده خشه تصور ما عجبنيش ما عجبنيش الزول حب نتاعهم تخلي تاخذي عندهم وطيبه في الميكروويف عندهم تاخذي تريز تاخذي عصير عندهم اسمع وطيبي حتى الدحيه عندهم لكن هلبة عندهم كل حاجه بالخنزير قدرت تشتاكي تخيلي جاعت قالت انا جعانه عندهم حتى الاندومي بالخنزير المشروب بالخنزير كل شيء كل شيء بالخنزير كل شيء هل بزاف تتعبي حاجاتهم غريبه حتى شو شوفتي السوشي السوشي بالخنزير السوشي بالخنزير ادع جوعي شوف شوف اللقطه هي اوه بهارات كل مهمه في الشوربه هي اللقمه هذه لقمه اسطوريه هذه ايه شوف 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 بعدين انا نجي نقول لهم كذا الله اشياء مغرية يزعلك حبيبك وتبطيك المافيا لكن ما زعلنيش حبيبي ما يأثرش فعلا ما يأثر فيك يا جبل ما تهزك لها زينة لا هذيك هذيك البنت يا رينا وينش جرجير مش جرجير جرجير خرخير ترى بدي يدك وري لهم انك انت مدفونة اوكي ما صارش تعال خارج كمل لي تعال ما انا بعدين الكلام في خاطري باقي كمل فعلا عشان بحرف شو السنسة؟ غروب سمارس ها؟ سمارس